عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من ما بنك يا بلادي. شنو باش نعملوا في الحلقة هذه؟ باش نعملوا حكاية سهلة اوريجينال. شنو بشنو باش نعملوها؟ باش نعملوها بالبروكلو. دونك لو بلا نتاعنا شو اسمه؟ اسمه بيني او شوفلور. علاش الشوفلور؟ كان عندكم انتم مثلا بروكلو تحبوا تستعملوه في الدار، تحبوا تاكلوه لصغاركم، تعملوا تبعوني لا روسيت qu'on va voir tout de suite. Donc on a les ingrédients, on a les choux-fleurs, choya crème fraîche, choya fromage. Auparavant, ذكر لكم لي حطينا les deux casseroles معبين بالماء قاعدين يغليو باش نربحو شويه الوقت. نكملو les ingrédients. Donc on a un peu de basilic, on a choya ثوم, on a choya chapelure, choya زبده, un peu de pain, tant تفهموا علاش الخبز بات, le pain bien sûr. Ou bien sûr, je sens que je vais hésiter, je vais les choux-fleurs. Donc, le même temps, je vais mettre les choux-fleurs. Donc, les choux-fleurs, les choux-fleurs, les choux-fleurs, les choux-fleurs, les voilà. Les choux-fleurs, ça dépend un petit ou la quantité que vous voulez. Alors là, l'astuce, علاش الخبز باش نحط شويه خبز. علاش الخبز نحطوه في كي يغلي البروكلو؟ باش خاطر البروكلو معروف كي يغلي يخرج ريحه. دونك احنا نحطوا الخبز باش ما يخرجش ياسر ريحه، الكوجينه نتاعكم تقعد ريحتها باهيه كان ما تحبوش ريحه شوفلوغ. الوغ وعندك الماء اكوتي للمقارونه باش نعملوه. باش نفسر لكم فيت في لي زيتاب شون باش نعملوا لي شوفلوغ. دوبا ما تعملوا دوبا ما يتيبوا باش ناخذوهم باش نقصوهم شويه باش نغفصوهم بالفرشيطه، ومن بعد باش نقليهم في شويه زيت شويه ثوم شويه بازيليك. بعد اون ميم طون اون باراليل نحطوا المقرونه لهنا نطيبوها زاده. دوبا ما تيب المقرونه نحطوا المقرونه في الشغل في الشوفلور، نزيدوا شويه كريم فريش شويه فروماج اي لو بلا اي بري فاسيل رابيد اوريجينال اي تري بون. دونك ا توت سويت دوبا ما تيب الشوفلور نرجع لكم. ميرسي. ما بنك يا بلادي. نرجع دونك توا بعد ما حضر البروكلو، نذكركم حطينا البروكلو في الماء يغلي طاب توا خرجناه باش نحطوا المقارونه في الماء. حطوا شويه ملح فوالا. دونك توا لو طون تيب مقارونه باش نعملوا 2-3 trucs. حاجة الأولى باش ناخذو البروكلو باش نغفصوه، رغم قريتو ما استعملتوش ميكسور، أنا جو بريفير نغفص بالفرشيطة. دونك أون ليكراز كي تيب دونك يسكراز تخي فاسيلمون هاكم تراو. انتم زادة تجمو تقصوا البروكلو جوايد اكثر، انا خليته كبير، تقصوه اصغر يعاونكم اكثر في يتيب بلو رابيدمون اي تجمو تغفسوه اون بلو فاسيلمون. دونك عندنا البروكلو نتاعنا بلوس او موان اكرازي. توا شنو باش نعملو؟ البروكلي اللي اكرازي، المقارونه قاعده تيب، باش ناخذو اون بوال نحطوا شويه زيت فوالا، نحلو غاز خليو زيت يسخن. دونك لا بروميير ايتاب زيت يسخن، باش نحطوا شويه ثوم البروكلو مع البازيليك. البازيليك والبروكلو سا دون ان تري بون غو. ديما تفقدوا المقارونه ما تنساوش كيما العاده. نذكركم انا نعمل مقارونه الدانتي، دونك تحركوها خاطر كما تحركوهاش تجم تشد، كي تشد تلصق الوغ.
الزيت نتاعنا سخن، دونك نحطو شويه شويه ثوم، هكا باهي، نزيدو شويه زبده، وريتو كيفاش الزبده ذو فيسع، فوالا. توا نحطو البروكلو نتاعنا كي اكرازي، فوالا كي العادة نطلعو على المقارونة. المقارونة نتاعنا قيب الطيب، البروكلو شوفوا كيفاش معناتها باش تعطيلو اون بتيت كولوراسيون، تشوفوا كيفاش يولي، اي اون ميم طون وانتوما تحطوا فيه معناتها في البوالا تنجمو تزيدو دغفصو، دونك فوز اكرازي من العرفة نتاعكم. Je vais ajouter شويه بازيليك. دونك ثلاث اوراق يزي. فوالا. ما تنساوش بيان سور الملح والفلفل الاكحل. تنجمو تسكروا على المقارونه نتاعكم توا. فوالا. ديما نرجعو ديما نسحقوشي الزبده كمان منها. الفوم مزيد شويه. دونك شوفوا معناتها ديجا بدات تعطي اون بتيت كولوراسيون. تلقاو فيها مغفص ديما. سا فا دوني ان بو كوم اون بتيت بيوري معناتها دو شو فلور. انا ما نحطهاش في الميكسور خاطر كي باش تحطها في الميكسور باش تضيع الكو نتاعو الكل، دونك جو بريفير هكا. وانتو تشوفوا حتى العباد اللي ما ياكلوش البروكلو دابيتود كي يعملوا الحكايه هذيا باش تعجبكم. تقعد لنا اون ديرنيغ ايتاب اللي هي شنيا اللي هي الكريم فريش. دونك اون فا ميتر ان بو دو كريم فريش. دونك با بزوان باش نحطو كريم فريش من الاول، خليو يعمل ريدكسيون ونحطو البروكلو، نحطلو ديريكتومون لا كريم فريش افيك لي شو فلور. كان ما تحبوش الكريم فريش تنجمو تستعملو حليب، سا مديرونج با فريمون. Mais la crème fraîche va donner un goût meilleur, plus prononcé. Les tout qui fait jette, mahleha. Ça a l'air très bon. Donc, mazelt haja barkatawa, chomch nhatou. Nhatou choya fromage. Alors, le fromage c'est facultatif. Quand tu habou mathatouch fromage, mathatouch fromage. Un option hat quand même choya fromage. Tajmout hatou zed al fromage mulfouk, fouk le macarouna. Mais un option hat haja khra fouk le macarouna. اللي هي الشابلور. تتفهموا كيفاش باش نحضروا الشابلور بعد. دونك ريتو صوص كيفاش ولات محلاها. دونك مازالت حاجه بركه توا باش ناخذوا المقارونه باش نخرجوها باش نحطوها فوق الميلونج نتاع الشوفلور والكريم فريش والفروماج. دونك ا توت سويت. ميرسي. ما بانك يا بلادي. رجعنا دونك توا حطينا المقارونه في وسط الشوفلور اللي عملناه بالكريم فريش، شويه بازيليك، شويه ثوم، شويه زبده، المقارونه حطيناها تغلي في الماء، حطينا شويه ملح،
البروكلو زاده حاطينيه يغلي في الماء وبعد غفصناه بالفرشيطه حاطينيه في البواله كيما ريتو دونك توا قعدت ايتاب بركه شنو هي ليتاب هذيا باش نعملو شابور دونك سي ان تروك سبيسيال سي اوريجينال alors qu'est-ce que ça consiste ça consiste باش ناخذو اون بوال بعد ما ناخذو البوال نحطوها في الغاز نحلو الغاز كي العاده تحضروا شويه زيت فوالا او شابلور باش نحطوه باش نقليوه في الزيت وتشوفوا كيفاش باش تجي كولور ياسر مزيانه باش نعطيو ان غو زاده سبيسيال للشابلور كون فان متر ا لا فان سور لي بات فوالا نحضروا الشابلور الثوم شويه زبده كي العاده دونك لهنا نحطوا شويه زبده فوالا تنسيوش تفوحوا بيان سور المكرونه تحطوا لها شويه فرماج على فان سي فو فولي شويه فلفل اكحل وملح بيان سور تنجموا زادة تكثروا من البازيليك سي فو فولي فوالا استناو الزيت يسخن على الاخر خاطر الشابلور تشوفوا معناتها باش نحطوها اي فيت فين رجعوها معناتها وين منين حطيناها وتحمر فيسع دونك ما حشناش باش تكحل دونك جوست لو طون ابان باش تحمر المقارونه اونتر طون لهنا زاده تحمر تتخلط مع الصوص اللي عملناها كل شيء باش يولي هوموجين الزيت نورمالمون تقلي حطوا ان بو داي شي يصير بكم لا تتحركوا ونحطوا الشابلور فوالا ناخذوا اون بتيت كويير باش نحيو ليكسي Vite qui fait, mata, ça prend une coloration. Alors une petite remarque, le chapelure tejmo, t'estamlo de la chapelure mata maison, tamlo habel wahat comme bel khobz. Tomara belk, on aura l'occasion. Je chauffeur qui fait, tamlo de bel khobz. Sinon, vous achetez de la chapelure toute prête, mais qu'Allah j'aide dans les deux cas. Quel mazroubine bel wakt par exemple, tamlo de la chapelure toute prête, tout simplement. Alors chapelure m'tana. ديت تيب اللي توا كيفاش توالي معناتها تغمق شويه مش ياسر المقارونه نتاعنا سي بون دونك شابلور كملت ناخذوا الشابلور ونرجعوها فوالا بعد المغرفة المقارونة متاعنا سي بون سكروا عليها ونبداو في الدريساج فينال دونك ناخذو نوتر اسيات نمسحها مليح فوالا Donc, ذكركم من توا لا باج فيسبوك صافي ما بنك يا بلادي si vous avez des questions à la recette هذه ou à des suggestions جاوبكم je serai là je suis à votre disposition مقارونه حضرت نعملوا لو دريساج نتاعنا enfin شوفوا شابلور هكا سي تري بون سورتو كان تعملوها بالخبز العادي اللي في الدار كان ما عندكمش تاخذوا شويه خبز بسكينه
فيت في تحضر شابلور، ناخذ شويه اوراق مزيانين نتاع بازيليك، هلا ونكملوا برشة فرماج. Et voilà. C'est simple. C'est joli, c'est bon. Macarona, penne, bel chou-fleur. J'espère que ce plat a jubkom. Kimaritu, sehel, mouchsaib. Tu peux t'amener facilement au fadar. Choua et chou-fleur, quand on a un fadar, tu peux t'amener à la crème fraîche, tu peux t'amener à l'ail. Ça va donner un résultat comme ça. Le chapelure, maintenant, c'est très bon, Zeda. Donc, Inch'Allah, j'ai aimé la recette. On vous dit merci. À très bientôt. Bye bye.